افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني معرض الخريف 2020 في نسخته 31 الذي يستمر حتى نهاية يناير الجاري في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. يضم المعرض الذي يستمر 9 أيام أكثر من 650 جناحا من 16 دولة. حدث سنوي يقدم مختلف أنواع البضائع من 16 دولة تحرص على المشاركة في هذا الحدث كل موسم، حتى بات بعضها جزءا ثابتا وأصيلا من معرض الخريف. الخريف كل سنة الجمهور بشكل عام سواء البحرينيين المقيمين أو من دول مجلس التعاون يحطون على جدولهم للحضور له، وذلك نتيجة وجود العديد من المنتجات المختلفة من عدد كبير من الدول المختلفة، كذلك من الشرق الأوسط، من دول الخليج، من البحرين كذلك هناك العدد الكبير. السنة عندنا تقريبا 650 عارض من عدد كبير من الدول. طبيعي السنة اللي فاتت قدرنا نستقطب إلى تقريبا 140 ألف زائر، ونعتقد أن هاي السنة راح تكون هناك زيادة في هذا. طبيعي المعارض لها أهمية خاصة دائما، لأن هي بشكل عام عنصر مهم في مسألة جذب العمل التجاري وكذلك العمل السياحي بدون شك. معروضات متنوعة تحاكي جميع الأذواق يقدمها أكثر من 650 جناحا من مختلف دول العالم لنقل منتجاتهم التي تشتهر بها دولهم إلى قلب المنامة أمام مرتادي المعرض. هذا من أهم المعارض الموجودة في البحرين، وأعتقد بعد حتى على مستوى الخليج، ومن أنجحهم لسبب. طبعا إحنا هذه مشاركتنا، إحنا نشارك من سنة 1996 مشاركة سنوية، يعني تقدرين تقولين الحين تقريبا حروة 25 سنة وإحنا نشارك. يعتبر من المعارض الناجحة على مستوى دول الخليج كامل. ليش؟ لأن معرض تخصصي زين شامل كل شيء، ما في عدة معارض ثانية يعني تنزل من قيمة المعرض. فهذا معرض سنوي الناس تنطره مناطر، ويونا ويشاركونا من جميع دول الخليج، وحتى يزورونا من جميع دول الخليج. معرض الخريف البحرين، ونهتم بالمشاركة دائما معرض الخريف، زبائن كويسين الحمد لله، نجي من اللي من كل سنة علشان معرض الخريف هذا اللي في البحرين. نحن لنا مشاركات كثيرة، ولكن في البحرين بناء على طلبهم وبناء على احنا نريد ننشر هذه السمعة، واللي سمعت شاركتنا لأول مرة شاركنا في هذا المعرض البحرين، إن شاء الله تكون فاتحة خير إن شاء الله تعالى. في النسخة 31 زوار معرض الخريف على موعد سنوي متجدد مع سوق عالمية متميزة تتفرد بطرح كل ما هو جديد في عالم التسوق. بضائع ومنتجات عالمية حجزت ركنها الخاص لتمثل مختلف الدول المشاركة في هذا المعرض، لتستقبل من خلاله محبي التسوق الذين ينتظرون هذا الحدث عاما بعد عام. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.